السيدات والسادة، الحفل الكريم. اسمحوا لنا أن نرحب وإياكم بمعالي حميد محمد القطامي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لإلقاء كلمته مشكوراً. أسعدني اليوم ونحن نحتفل في هذا النادي، نادي الموارد البشرية، بوجودكم أنتم أهل الخبرة والاختصاص. نتشرف اليوم وفي هذه المناسبة الغالية بدعوة الأخت مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لإلقاء محاضرتها عن المسؤولية المجتمعية. وكل عام وأنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتواجد معكم وبينكم اليوم، ويشرفني تلبية دعوة أخي وزميلي معالي الأخ حميد محمد القطامي، رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، في مشاركة إن شاء الله تكون فاعلة في من ضمن فعاليات وأنشطة نادي الموارد البشرية. فالمسؤولية الاجتماعية هي مسؤولية الفرد تجاه نفسه، ومسؤولية المجتمع تجاه أعضاء أو أفراده، ومسؤولية الشركات هذه تجاه المجتمع الذي تعمل فيه. ولم تعد المسؤولية الاجتماعية مجرد فعل خير. أيضا أحب أني أذكر أن مجتمع الإمارات منذ الأزل كان فيه مسؤولية اجتماعية، لكن بصورة أخرى. كانت عندنا الفزعة والشوفة، الكل يفزع ويساعد، الشوفة كانت المساعدة الذاتية، أنه يعطي الجار جارة أو يعطي المحتاجين بينه وبينهم. ثم ابتدت قنوات، يعني مسألة الصدقة، مسألة الزكاة، فهذه موجودة وهي قيم أساسية موجودة في مجتمع الإمارات، لكن الآن أخذت أطر تنظيمية ومعايير ترتكز عليها لتقييم دورها، هل هو فعلا يعني حققت نتائج أو لم تحقق نتائج. أخيرا أخواني وأخواتي، إن أداء المسؤولية الاجتماعية بات معيارا دوليا للحكومات والشركات والمؤسسات الأهلية، لذا يجب أن لا ندخر جهداً لدعم وتوسيع المسؤولية الاجتماعية في تبني مبادرات استراتيجية تجاه الوطن والمجتمع. وأشكركم على استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أحييكم تحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. اليوم لدي حلم، هي المسؤولية الاجتماعية. وعندما يحلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فأحلامه هي واقع نرصدها بأم عينينا. في الواقع حقيقتنا اليوم كما أشارت معالي الوزيرة، المسؤولية الاجتماعية، النشأة والطموح، مفهوم المسؤولية المجتمعية أو الاجتماعية هو كبير، وربما اتفق الكل على أن لا يتفقوا حول مفهوم واحد حول هذا الجانب. بالتالي ربما تشاطرني معاليها الرأي بأن المفوضية الأوروبية كانت ذات الأبسط مفهوم، وهو التطوع الذاتي للمؤسسات بالمساهمة في خلق بيئة مجتمعية أفضل. هل هناك دور للموظف أيضا؟ عرفنا دور المؤسسات، هل هناك دور للموظف تجاه المسؤولية المجتمعية؟ نعم، هذه إذا بننظر إلى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، أصبح للموظف الذي يأمل أن يترشح لجائزة معينة أو لموقع معين، يعني حتى لأوسمة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، يجب في جزئيته يجب أن يكون قد قام بدور مجتمعي تجاه الآخرين. وندعو معالي الوزير حميد القطامي للصعود إلى المنصة لتقديم الدروع. والآن مع تكريم الإعلامي أحمد اليماحي من شركة أبو ظبي للإعلام، والسيدة خديجة أحمد عبدالله رئيس قسم الأنشطة الاجتماعية من وزارة التربية والتعليم. حضورنا الكريم، نشكر لكم تواجدكم ومشاركتكم لنا. وقبل الختام نود أن تشاركونا أفراحنا، وهو فوز دبي بإكسبو 2020.